بسم الأب والابن الروح القدس الله الواحد آمين. الحقيقة في فترة الصوم الكبير اتعودنا أنه نهتم بدراسة سفر إشعياء النبي، ونلاحظ في نبوات الصوم الكبير كتير مقتبس من سفر إشعياء، يعني في مقتطفات من سفر إشعياء. سفر إشعياء يمكن اتكلمت عنه كتير الفترة اللي فاتت، لكن مش هكرر الكلام حول حاجة تانية. بس سفر إشعياء مني انه ينقسم لثلاث أقسام رئيسية. الناس بتستصعب سفر إشعياء لأن بيلاقي كم أصحاح؟ ها؟ كم؟ 66 أصحاح. 39 أصحاح الأولانيين الناس بتستصعبهم قوي، أنا مش بعرف أتكلم ومش شايف اللي قدامي. السفر إشعياء، لا مش مهم، لا في 66 أصحاح أجمل حاجة فيهم بالذات من أصحاح 40 ل66، بيسموهم الإنجيل الخامس. واحد بيقرأ كأنه بيقرأ زي متى ومرقس ولوقا ويوحنا، بيتكلم عن الخلاص وعمل المسيح، نلاقي نفس الفكرة بصورة قوية في سفر إشعياء من 40 ل66. الجزء الأولاني من الأصحاح الأولاني لغاية 36، الواحد لما يقرأ يلاقي نبوات صعبة، نبوات عن مؤاب، طبعا بيبتدي بيهوذا وبعدين إسرائيل شعبه، فدول إيه يعني لما بيغلطوا بياخدوا التأديب قبل الأمم. فدايما في البداية وهو بيتكلم عن الله القدوس اللي بيؤدب، فتكلم عن الله القدوس اللي بيؤدب شعبه سواء يهوذا أو إسرائيل، وبدأ ويتكلم عن مصر ومؤاب وأشور وبابل إلى آخره. فالواحد لما يقراهم يقول طب وأنا يعني إيه اللي باخده من ده كله؟ إيه الأمم دول؟ وصحيح هم عبدوا الأوثان وفي رجسات ونجسات كتير وأخطاء كتيرة، لكن دي صورة حية إن الله في حبه أول حاجة بيحب البشرية كلها. الحاجة التانية إنه في حبه ما يحبش يدلع، يعني إحنا أولاده غاليين عليه وياخدنا في حضنه، لكن لازم نعيش مقدسين لي زي ما هو قدوس، يحب أولاده يكونوا مقدسين. أصحاح 37 و38 و39 أصحاحات مشهورة قوي، اللي هي قصة مين؟ حزقية الملك لما عيه وربنا قال لإشعياء يروح يقول له انه يستعد، وضب نفسه وضب بيته وضب الدوله عشان هو ماشي. فحزقية لما سمع الكلام ده حط وشه كده ناحيه الحيط وقعد يبكي وقال له بص يا رب يعني الجو صعب، فاداله ربنا كده زياده 15 سنه. فكان ربنا بيأدب، ربنا بيقيم من الاموات. الجزء اللي انا هتكلم عنه دلوقتي او هاخد حته صغيره منه اللي هو الجزء الثالث من 40 ل66. في الجزء ده كلمنا عن الصليب بكل قوه بالاخص في الاصحاح 53، وكلمنا عن العريس بتاعنا شكله ايه، مواصفاته ايه، وكلمنا عن العروس بتاعته مواصفاتها ايه، وكلمنا عن بيت العرس. يعني كل حديثه من 40 ل66 المسيح بتاعنا بكل وضوح بيطلب البشرية، مش بس اليهوذا وإسرائيل، كل البشرية تستعد من خلال الصليب إنها إيه؟ إنها تتمتع بالعريس السماوي. أنا هاخد بس نقطة صغيرة من الأصحاح 55. أتذكر يعني أيام ما كنت في كنيسة سان مارك
ماري مرقس في جيرسي سيتي، فكان في واحد من اسكندرية أعرفه وأعرف خطيبته، فلقيته تعبان قوي، بقول له مالك؟ قال لي بصراحة خطيبتي ضربت لي تليفون قالت لي شوف، هو كان لسه ما خدش الجنسية يعني معاه جرين كارد، قالت له شوف عايزنا نكمل الخطوبة ونتجوز على طول، تأجر ايه؟ تأجر الشقة اللي انت هتاخدها وتشتري العربية وتجيب الأساسات وتصور لي المكان اللي هنبقى فيه. وقال لي طب دي هي مش هتيجي قبل 3 سنين، العربية بعد 3 سنين هتبقى قيمتها ايه؟ وأدفع إيجار 3 سنين وأنا عازب لوحدي، طب أنا دي أولى بيها ليه؟ فحاول يقنعها طبعا بالفكر المصري، قالت له نو واي، لازم أعرف أنا نازلة فيه. وفعلا يعني فشكلت الإيه؟ الخطوبة. مسحنا حب يقول لنا بقى الشقة اللي بيوضب عنها، مش هو العريس بتاعنا؟ ففي الأصحاح 65 يكلمنا بقى عن المكان اللي احنا رايحينه، فيقول ايه؟ لاني هنذا خالق سماوات جديده وارضا جديده. دي موجوده فين؟ الرؤيا 21 وموجوده في اشعياء 65. ما هو الاشياء ماشي مع الكتاب مع العهد الجديد. لاني هنذا خالق سماوات جديده وارضا جديده، فلا تذكر الاولى ولا تخطر على بال. يعني لما هنطلع فوق حدش فينا هيفكر يا ترى انا اتولدت فين وعشت كم سنه في مصر وجيت كم سنه في امريكا. يقولك حتى لا تخطر على بال، من جمال الموقع ومن جمال الوجود في حضن ربنا لا نعود نذكر نقول ايه العبط اللي كنا عايشين فيه لما كنا في العالم. فبيقول فلا تذكر الأولى السماوات الأولى ولا الأرض الأولى ولا تخطر على بال، يعني حتى مجرد حد يخطر على باله كان فين مفيش، بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق. زي ما وضب لنا كل شيء لآدم الأولاني وما جابهوش غير بعد ما خلق الشمس والقمر والحيوانات والطيور والزراعة كل الأمور طبعا في سفر التكوين، فهو بيوضب حاليا قاعد بيوضب لنا ايه؟ بيوضب لنا المكان اللي هنروح فيه. دي كم سنة؟ ده 2000 ده من ما صعد، لكن هو بيوضب من قبل ما يجي، يقول قبل تأسيس العالم. يعني كل هذه الأزمنة ما يشغل قلب المسيح، يا ترى أنا هكون فين وإمكانيات إيه؟ قافلين الباب بس، قافلين مجرد قافلين. فما ظنش فيه يعني عريس يوضب لعروسته بيت الزيجية حتى 5 6 سنين، لكن ده المسيح من قبل خلقة آدم منذ تأسيس العالم وهو قاعد يوضب لنا في السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي هنعيش فيها. يعني عشان كده الملائكة بيبصوا لنا غير زمان. يعني يقول إيه؟ يقول في سفر الرؤيا ارسل منجلك، منجل بتاعك الحصاد قد أينع. عايزين نشوف العروس المقدسة الجميلة اللي أنت مهيئها لكي توجد في الأحضان بتاعتك. السماء قاعدة مشتأنة، وإحنا لو واحد توفى يقول له إيه ربنا يديك طولة العمر، طولة عمري ده الواحد يقول له بل عندنا صحيح، المفروض كده. المفروض لما واحد يروح يقول يا ترى وامتى يجي الدور بتاعي اروح اتفرج على المكان اللي موضبه لي ربنا واعيش معاه في السماء الجديده والارض الجديده. ولاد ربنا فرحانين بالسماء، ولاد ربنا فرحانين بالسماء. افرحوا ابتهجوا الى الابد فيما انا خالق. انا قاعد اوضب لكم
المكان اللي انتوا رايحين فيه، لاني هانذا خالق اورشليم بهجه وشعبها فرحا، فابتهج باورشليم وافرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ، لا يكون بعد هناك طفل ايام ولا شيخ لم تكمل ايام. يعني هنا الواحد ايه، الطفل مش راضي عن حاله، يقول لك انا ايه مش دريان بعيشتي، امتى الواحد يكبر ويبقى ناضج ويبقى محترم. والشيخ يقول لك انا عجزت وكبرت ومصيري امشي، لا ده سعيد ولا ده سعيد. لكن في السماء اللي هنلاقي طفل ايام حاسس ناقصه حاجه، ولا هنلاقي شيخ خايف من الموت، ولا شيخ لم يكمل ايامه خايف لحسن يموت. لأن الصبي يموت ابن 100 سنة، والخاطي يلعن ابن 100 سنة، ويبنون بيوتا ويسكنون فيها، ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها، لا يبنون وآخر يسكن، ولا يغرسون وآخر يأكل، لأنه كأيام شجرة أيام شعبي، ويستعمل مختاري عمل أيديهم. يعني الواحد هناك بقى إيه، مش ما يقولش يا ترى يحصل إيه بكرة، يا ترى ده هيضيع مني، لا. شوفوا في حته جميله يقولها القديس غروريوس، يقول لما هنتقابل مع ربنا هنشترك مع السمائيين، فنخضع كده ونقول قدوس. كل ما نقول كلمه قدوس هتتكرر قد ايه؟ ما اعرفش، ده هنقعد الى ابد الابد. طب يا ترى هل هيحصل ملل؟ يعني لما الواحد هو العمل ده كل يوم، على رأي مرة واحدة بتقول لي هو يعني في السماء ما فيش غير صلاة وتسبيح وصلاة وتسبيح وصلاة وتسبيح، it is boring، حاجة تزهق. لا مش boring، لأنه كل ما هنخضع ونبص كده الإله بتاعنا الثالوث القدوس، نقول كأنه الأول مرة أشوفه، كأني الأول مرة أشوفه. ولا يقدم، ما يبقاش قديم، ما يجيش ولا يشيخ، ولا أنا أزهق، لأنه كل ما بشوفه بتزداد معرفتي لي، ويزداد حبي لي، ويزداد اشتياقي لي. فالجميل هناك في السماء أنه كل شيء، يقول إيه في سفر الرؤية 21، هو زال كل قد صار إيه جديدا. ايه يعني قد صار جديدا؟ يعني الواحد يشتري شقه جديده ويقول انا غيرت كل الفرنتشر بتاعها؟ لا، كل ما نبص كده كاني الاول مره ادخل السماء، وكاني الاول مره اشوف الهي، وكاني الاول مره اشوف الامجاد الموجوده، ويبقى هذا الحال الى الابد ولا ينتهي. هنبقى في صوره فائقة مش ممكن الواحد يتخيلها شكلها ايه. عشان كده كل ما بنعيش في العالم الواحد يقول ايه، قد طالت غربتي علي، قد طالت غربتي علي. امتى الواحد يشوف اللي بيودبه ربنا؟ يكون اني قبلما يدعون انا اجيب. يعني ما نقف كده، يعني دلوقتي مثلا يقف واحد زي البابا كرولوس او ابو انبشنوده او اي حد من اللي مشوا، يقف ويقولوا له يرضيك اللي بيحصل في مصر، قبل ما يقول الكلمه ما تخافوش انا موضب لهم كل حاجه. فيقول قبل ما يسالوا انا اجيب، ويكون اني قبل ما يدعون انا اجيب، وفيما هم يتكلمون انا اسمع. يعني مش هيقف يسمع وبعدين يرد عليهم، هم بيتكلموا هو بيوضب لهم. حتى الجميلة يقول الذئب والحمل يرعيان معا، والأسد يأكل التبن كالبقر، أما الحية فالتراب طعامها، لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي قال الرب. طبعا بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد وعن الكنيسة اللي فوق. الذئب والحمل يرعيان معا، والأسد يأكل التبن كالبقر.
ولاد ربنا وهم عايشين في العالم ما يفرقش ان يلاقي ابن عمه ولا ابن خاله، او يلاقي واحد مسيحي او واحد ملحد او واحد جاي من الشرق والتاني جاي من الغرب. كل البشرية لها مكان في داخل القلب، كل البشرية، يعني كل الولاد دول ولادي وكل الناس دول اخواتي. وشهوة قلب الإنسان إن العالم كله يتمتع بالسمع. ذهبي الفم وهو رئيس أساقفة أو بطرك القسطنطينية، وطبعا كان بيجي له ناس من بلاد كتير يحضروا، كان بيوعظ 4 مرات تقريبا كل أسبوع، كان غاوي كتاب مقدس والناس كانت تعشق الكتاب المقدس. فقال لهم مرة عبارة، قال لهم إيه؟ قال لهم لو كل المدينة جات وفضل واحد بس ما جاش مش ممكن يبقى فرحان. ومرة قال لهم ارحموني فإني أب، كل واحد بيغلط كأن ربوات الجلدات نزل على ظهري. النهاردة إيه؟ لو جينا قلنا في واحد أو واحدة مثلاً عايزة نخاع، فدي عملية مثلاً بتكلف كذا، طبعاً في مصر كنا يودوها ألمانيا تكلف لها حوالي 500,000. فأول ما حد ينبه كده يمكن في خلال يوم تلاقي 500,000 يتجمعوا. يقول لك دي بنت صغيرة، حصلت كتير يعني، ومسافرة ألمانيا وغلبانة، ودي هتغير النخاع بتاع العمود الفقري بتاعها، فبسرعة تلاقي المليون حصل. لو واحد سقط في خطية كم واحد يبكي عليه؟ يعني الظهر تعبه الناس كلها تتعاطف معاه. طب ولما واحد بيضيع وحيفقد أبديته وبعيد عن ربنا كم واحد كده بيحزن من أجله؟ فذهبي الفم كان يشعر إن مسؤوليته أنه مش أسقف أو رئيس أساقفة القسطنطينية. كان يقول للكهنة بتوعه العبارة الجميلة المشهورة بتاعته، أيها الكاهن أنت أب البشرية كلها، أيها الكاهن أنت أب البشرية كلها، لا يفرق الموجود في إيست برانزويك من الناس اللي موجودين في كاليفورنيا من الناس الموجودين في مصر، كل الناس إخواتي. وفي أي مكان وتحت أي ظروف أي نفس تتعب، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. إيه ده؟ إيه الحب العجيب بتاع بولس الرسول اللي يقول الكلام ده؟ فنقدر نقول النهاردة أن الدعوة المدعوين إليها هي دعوة الدخول للسماء. والقديس مقريس يقول عبارة جميلة، يقول وإحنا داخلين السماء ما حدش هيستغرب أنه دخل السماء، لأن داء السماء هو هنا، داء السماء هو هنا. يعني أول ما هنقابل المسيح نقول له ياه أهو أنا اللي أنا كنت عايش معك وأنا على الأرض. مرة واحد كان كاتب كده قعد مش عارف 5 سنين يدرس في حياة موسى النبي، فكتب تعليق جميل كنت وقتها يعني في تفاسير العهد القديم زمان قوي تكوين وغيره، فكتب بيقول أنا أول ما هشوف موسى هقول هو أنت بالظبط اللي أنا كنت إيه اللي أنا كنت بشوفك وأتعامل معاك وأحس بوجودك معك. هل يا ترى عندنا هذا الفكر؟ أنا ما بنحسش إن القديسين دول ناس بعاد عننا أبداً. كل البشرية اللي انتقلت والموجودة واللي جاية في الأجيال اللي جاية كلنا عروس واحدة. لو واحد تقطعت مناخيره يبقى شكله إيه؟ هقول لا عينيا جميلة تسد بدل مناخير؟ تنفعش. لو واحد صبع من إيده تقطع يقول مش مهم أنا عندي 10 صوابع في إيديا و10 في الرجلين. كل حاجة في جسم الإنسان
غالية عليه. مرة واحد بيقول لي أقرأ إنجيل متى ولا إنجيل مد... لو أنا عدت أقرأ متى على طول يا ترى أدخل السماء ولا لازم أقرأ متى ومرقس ولوقا أو يوحنا؟ قلت له بسيطة، أنت عندك كم عين؟ قال لي اتنين. قلت له تحب تستغنى عن أنهي عين؟ مش دي بتشوف ودي بتشوف؟ قال لي لا ما استغناش عن حاجة منهم. قلت له كنت ما تستغدرش تستغنى عن عين منهم، فالأربع أناجيل دي العيون اللي بيها تشوف السماء. فأنت اللي إيه اسحبيه، بس مجرد سحب عشان مفتوحه، مجرد سحب خليه. فنفسنا موضوع السماء ده يشغل كياننا باستمرار. السؤال اللي الواحد يسأله ازاي أدوق السماء، ازاي أدوق السماء، ازاي قلبي يبقى كده ملتهب حاسس مع بولس الرسول من بطلع من مجد إلى مجد كل يوم، أقول أجمل أيام عمري هو النهاردة. في حاجة سهلة بسيطة أوي، وهي الحب. أنا كنت سامع الأخت اللي بتتكلم عن الحب. الحب، أنت عايزين تعريف سليم؟ الحب هو اقتناء المسيح، بس مسيحي جوايا بيحب كل البشرية وهو محتل أعماقي، فبيفتح قلبي على الكل، على الوحش والكويس وعلى المجرم وعلى القديس، كل البشرية كل واحد ليه مكان جوه في قلبي. أحد آباء الكنيسة قال كده، قال السماء هو الحب والجحيم هو الكراهية. أول ما تكره واحد تبقى مش طايق نفسك ولا حتى أحلامك ولا أي حاجة. فاللي عايز يدوق السماء يفتح قلبه، ويفتح قلبه لمين؟ للي بيضايقه واللي بيتعبه واللي بياخد حقه كله. صحيح، يعني تخيل كده إذا كان الحب ده هيخليني في حضن الآب ويمتعني بنور المسيح وأتمتع بسر الثالوث القدوس، ليه ما أحبش؟ ليه ما أحبش؟ لما بندرس في سير القديسين الناس اللي استشهدوا كان ما يشغلهم باستمرار ايه؟ الناس اللي بيضطهدوهم حرام يضيعوا. يعني استفانوس كان بيرجم، والرجم ده مش سهل، يعني ينزل الحجر يقطع كسر في عظمه ويشله حتى من راسه حتى من رجليه، وهو مش شغله الرجم، رفع عينيه كده وقال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده اللي شغلك؟ قال ده اللي شغلني، دول أنا حقابلهم فوق. وكان أول واحد منهم مين؟ شاول الترسوسي اللي كان راضيا بقتله، وكان هدوم استفانوس ما بيترجم بيشيلوا له هدومه، كان حاطين عند رجلين علامة الرضا يعني والشهادة ضده، يحط هدوم اللي هيترجم عند رجلين الشخص اللي شاهد عليه. تفتكروا لما استفانوس كده يطلع بولس الرسول يدخل الفردوس ويتقابل مع استفانوس هيقول له ايه؟ يقول له هو انت اللي كنت حاطط الهدوم تحت رجليك؟ لا، يقول له ده انا كنت، ده انا اليوم اللي انا مستنيه قد ايه انا كنت فرحان وانت بتخدم، وقد ايه فرحان ان ربنا سمع صلاتي وسمع اعماقي اللي من جوه اللي تشتاق انك انت تحول كل الطاقات بتاعتك لبنيان الكنيسه ولخلاص نفوس كتيره. بالحب نقدر نكسب كل الناس، مش هنكسبهم واصحابه ونطلع يعني النهارده رايحين نتعشى في المكان الفلاني، لا. أنا نفسي مرة كده أتكلم عن العزايم المشهورة بها المنطقة، حاجة من الأمور الخطيرة اللي ممكن تضيع الناس صدقوني. دايما بتذكر كان لسه كان حد بيكلمني امبارح على عزوم الحد، يعني قلت له هتعمله كم صنف؟ قال يعني ما تعدش. قلت له الحقيقة المسيح لما عزم الجموع جاب لهم كم صنف؟
يا ريت واحد ده بيقول وكان سمك خمس سمكات صغيرة. يعني الواحد بيجيب لك كده يقول لك كيف سمكة كبيرة، نوع من التكريم. ولما عزم شعب بني إسرائيل لمدة 40 سنة وكلهم كم صنف من، ولما اشتهوا السلوى دقوا المر بسبب السلوى، ده لهم عشان هم عايزينه، لهم خدوا اللي انتوا عايزينه بس الشهوة بتاعتكم دي هتضيعكم. نفسنا نبقى سيريس، ما يشغلنا مش إرضاء الناس ولا المجاملة مع الناس بغض النظر أي كانت الظروف، ما يشغلني إن أنا أشوف مسيحي وتابل معاه وادخل السماء بتاعته وكل يوم أقول له ممكن تدوقني السماء اللي أنت موضبها لي، وممكن تدوق البشرية كلها الحياة السماوية. كنت ما بنساش كده كم منظر، منظر من المناظر. كان جه واحد دخل الكنيسة، ما كانش في ماري جرجس، كنيسة تانية كنت بصلي فيها، وكان داخل في حالة ثورة عنيفة. أول ما خلص القداس قعدت أخذ شوية اعترافات، فلقيت منظره فرحت له، قلت له تحب أقعد معك الأول؟ قال لي لا لا خلص كل دول لأن الموضوع طويل. قلت له أوكي خلصت ورحت له. إيه يا عم؟ قال لي الحقيقة أنا في حالة ارتباك شديد. قلت له ليه؟ قال لي أنا النهاردة الجمعة ورحت الشغل وتذكرت أن نسيت حاجة معينة، فرجعت معايا ابني ولد وحيد، فرجعت بفتح الباب لقيت مراتي مع واحد على في أوضة النوم على السرير. فكل اللي عملته سبت الولد ورجعت بظهري وجيت أقول لك أعمل إيه. فقلت له بص بصراحة أنا كلامك صح لكن ما يمكن يكون خيال ده، أنا حب أسمع الطرفين. قال لي ما فيش مانع. فأنا رحت معاه البيت، فأول ما قابلتها بكت قدامه يعني، فبقول لها مالك؟ قالت لي اللي قاله لك كله صح وانا مش هكذب، ولو عايز يطلع انا ما عنديش مانع لان دي غلطتي وانا غلطانه. هي حاولت تبرر بحاجه معينه لكن على اي الاوضاع. فالمهم ايه، اخذته على جنب قلت له ايه رايك فيها؟ قال لي دموعها دي تساوي الدنيا كلها، ما أنا غلطت وأنا شاب ولو بالفكر وربنا غفر لي، فليه أنا ما أغفر لهاش؟ ففعلا فوجئت أن خدها في حضنه، لا كل اللي فات ده كأن لم يكن. بعد يمكن 10 سنين قابلتهم في كنيسة في ماري جرجس، فقابلتها هي بقول لها إيه أخباركم؟ قالت لي إحنا أسعد عيلة في كل اسكندرية. قلت لها إزاي؟ قالت لي ما فتحش الموضوع ده طول ال10 سنين اللي فاتوا، ومش ممكن تتخيل حبه ليا وحبي ليه قد ايه. ما السمائيين يقول ماري يعقوب السروجي لما دخل اللص اليمين وقف الشاروبيم قالوا له انت مين؟ قالوا لهم انا اسمي ديماس ولص. قالوا له كمان لص وجاي هنا لا هتلاقي حد تقتله ولا حد تسرقه، والمكان ده ما بيدخلوهوش بشر، ده مكان بتاع الشاروبيم والسرافيم والطغمات السمائيه. فقال لهم انا جايب معايا صك او بيرمت من المسيح كاتبه بدمه ومضيب بقضيب ملك. فيقول ان الشاروب حمل ديماس وقعد يرقص. قال لهم تعالوا شوفوا الترابيون اتحولوا بيه سمائيين. تفتكري بعد ده كله نرجع نقول نعيش في جنة عدن؟ جنة عدن دي بيت زبالة جنب الفردوس اللي بيوضبه ربنا، فما ننتظرش يعني داني جنة عدن. اتفضل. طيب قلتك قلت نحب القريب أو الغريب أو أي حد بيضايقني هو ده أهم حاجة وبيتعبني كده. إزاي يكون سهل
يعني لما يكون الموضوع كتير كتير وعلى طول على طول زي يبقى سهل علينا ان احنا نحبه. يعني عايزه كده حاجه عمليه. يعني مش سهل انك تحبي، لكن سهل تطلبي فيديكي. اساله تعطوا، اطلبوا وتجدوا. طول ما الانسان هيدي عذر لنفسه، طول ما الانسان هيدي عذر لنفسه مش هيقوم. لكن طول ما اقول انا هاخد من ايد ربنا هيديني اكتر من اللي انا عايزه، يعني يديني حب حتى المضايقين. اطلب من ربنا على طول على طول. يعني طب في سؤال تاني، لما هنطلع السماء طبعا، يعني مثلا انا ليا قرايبي وحبايبي وكده، طبعا في مثلا حد هيبقى مثلا يعني ميسنج، واللي بعدين بنقول في السماء ما هيبقاش فيه زعل وما هيبقاش فيه تعب وكده وحزن. طيب هل هفتكر مثلا الانسان ده او الانسانه دي صاحبتي او اي حاجه، يعني هفتكرها هزعل مثلا لو هي ما جاتش السماء معايا مثلا؟ بصي هقول لك قصه صغيره. بقول لك مره كان يعني حد بيتكلم عن السماء، فحد من الحاضرين سأل المتكلم، قال له يا ترى في السماء هنعرف بعض؟ فواحد رفع صباعه، قال له ده أنا ليا 3 سنين باجي الاجتماع ما حدش قال لي اسمك مين، طب عايز يتعرف عليا في السماء ليه؟ ففي السماء هنكون كملائكة الله، وطبعا هيبقى في سر عجيب. مش هيبقى الموضوع موضوع الولادات الجسدية أو العلاقات الجسدية، ده كان جوزي ولا ده كان أخويا. طب واحدة اتجوزت ومات جوزها وبعدين جه جوز تاني اتجوزت مرة تانية، هتمشي مع هيبقى مين جوزها؟ هيكون كلهم زي ما قال قديس أغسطينوس، يقول كل إنسان يقول للآخرين أخي وأختي، حتى الأطفال الصغيرين حتى الشيوخ. يعني مش هنلاقي آدم مثلا سنه كام 1000 سنة، لا هنلاقي في ناس بتقول يعني هيبقى شاب، لكن طبعا الجسم مش هيبقى جسم جسداني، لكن هياخد طبيعة زي جسد المسيح القائم من الأموات. مش بنسمعنا انه مش هيتذكر حاجة من الماضي. انت عايزة تذكري يعني احنا ناقصين. هننساهم يعني هيطمحوا من ذاكرتنا. مش هننساهم، لا بيقول كده ايه زي ما سمعنا في الشاية، يقول لا يخطر على باله السماء القديمة ولا الأرض. ما تخطرش على باله أنه كان في الأرض، هو شايف أنه في أجمل ما يمكن أن يشوفه. حتى السمائيين يعني بيمجدونك أنت بالمسيح يسوع وبالنعمة الإلهية وصلت إلى ما هو فوق ما نتصور. فمش معقول في ده كله نسيب كل الجمال ده ونقعد نقول انا كنت موجود كذا وخلصت الدراسه كذا وليا صديق كان كذا. خلصت بقى. في حد عايز يسال؟ اتفضل. واتسابنا انا كنت بقرا في كتاب امنا اريني، وبعدين بيقولوا فيه هناك كانت رهبه كانت تطلع السماء وبعدين تمشي في طرق طويله خالص. انا الحقيقه ما جربتش يعني فوق الخيال، مش عارف هل ده صحيح؟ لما اجرب اقول لك. انا اتكلم على حاجه ما جربناهاش. خليكي اللي يشغلك المسيح يسوع والاب وروح الله والاشتياق ان الواحد يكون في حضرته. هطلع ازاي؟ اقابل مين؟ اعمل مين؟ الطريق شكله ايه؟ ولا تشغل ذهن. انا جاني حاجه واحده، اول واحد وهو طالع يقول ايه ذهبي الفم، يقول لما واحد بيموت فربنا بيبعت ملاك أو جوقة من الملائكة فيستقبلوا النفس ياخدوها، وتيجوا نعمل لك تور كده في السماء نعرفك كده عن ملاك ميخائيل وملاك غبريل وملاك سوريال وشوفي عرش الله يعني. فهننشغل بالحاجات الجميلة دي. أنا ما يدخلوا في طريق وما يدخلوش في طريق، أنا ما مش ما بتجنيش. اتفضلي. ابونا قدسك قلت علشان ندوق السماء اول حاجه فيها الحب، طب في حاجه تاني ممكن تشغلنا غير حب الناس بحيث تبقى تقربنا للسماء اكتر؟ مش هتقربي من السماء الا اذا قربتي من اخواتك. شوفي ايه المسيح لما صلب عملوا له الصليب على شكل ايه؟ عرضه وأفقية وعرضة رأسية. الرأسية يعني السماء، يعني أنا
على اتصال بفوق المسيح، والأفقية أن أنا باسط إيديا أخذ البشرية في حضني، فما أقدرش أعزل حبي لله عن حبي للبشرية. يعني لو حتى إنسان متوحد وما بيشوفش وجه إنسان قلبه واكله يصلي من أجل خلاص البشرية، وإلا ما يبقاش مسيحي حتى ولو كان متوحد وعايش في مغارة. أتفضل. بالنسبة للتعليق على اللي هي كانت بتقوله دلوقتي قدسك، يعني تفتكر الناس اللي بتطلع فوق وبعد كده احنا بنطلب منهم ان هم يصلوا لنا، هل بيفتكرونا ويصلوا لنا ولا لا؟ هم يعني انت ليكي مين قرايب فوق؟ بابا وماما. باباك هيقولوا دي مش بنتنا وما نسألش فيها؟ لا يعني انا دايما احس، لا انا بسأل يعني تفتكري؟ لا بس يعني انا بتهيالي ان هم هيفتكرونا وهيصلوا لنا ومش هينسوا يعني ان احنا هنا ومحتاجين لهم. طبعا تفتكري بولس الرسول زي ما بيقول قديس جيروم، بيقول بولس اللي كان شهوة قلبه يطلع من بلد لبلد ومن دولة لدولة وعايز العالم كله يقبل المسيح، هل لما هيطلع يشوف المسيح يقول له خلاص انا ماليش صاحب الخدمة اللي تحت؟ مش ممكن، مستحيل، قلبهم يبقى ولع نار كده، عايزين كل البشرية تدوق ربنا. بس بدل ما يطلبوا له النجاح والمش عارفين والكلام الفاضي ده، يقول له نفسنا نشوفهم معانا هنا، شوفوا الأمجاد اللي احنا بنشوفها. أتسبونا. ما هو الإيمان المسيحي الأرثوذكسي في ذكر الأموات أثناء القداس؟ شوفي هقول لك حل بسيط، أنا بحكيها القصة دي كتير لأنها معايا أنا. كان لي رئيس في الشغل قبل ما بقى كاهن يعني، أو قبل ما كرس للخدمة، والرئيس ده كان متعصب يعني من كنيسة اسمها الإصلاح، دول متعصبين قوي مش بروستانتي عادي يعني، فكان وإحنا نحب بعض قوي، فكان يقعد يناكف فيه وأنا ناكف فيه في محبة يعني. فكان السؤال بتاعه دايما، تفتكر اللي يحب المسيح هيفكر يدور على الناس اللي فوق؟ ما تخلي قلبك مع المسيح على طول، سيبك من الناس اللي فوق، ايه ليه تصلوا لهم ولا هم يصلوا لنا؟ وبعدين في يوم بعد ما ترسمت انا كاهن ضرب لي تليفون، قال لي ابونا انا كنت راكب الترام وشفت الكنيسه، كانت ليت عيد ماري جرجس، وطبعا كانت لسه الكنيسه ما اتبنتش جراج كده، فقال لي لقيت منظر الكنيسه، الاعداد الكبيره اللي ماليه الحوش والناس واصله للشارع، فقلت اطلع ادخل اشوف بيعملوا ايه دول. فدخلت لقيتهم قاعدين ايه، فعايز اقعد معاك عشان اتكلم معاك. فقلت يعني ما يجيش غير في يوم عيد ماري جرجس هيقول لي بقى اللي بيبوس الصوره واللي بيحط الشمع فلما رحت له البيت قال لي انا دخلت، وبصراحة كنت داخل للفرجة يعني، بس لقيتك بتتكلم وانت ما شفتنيش، كنا عدد لان طبعا كنيسة مليانة على الآخر، قال لي اتكلمت عن الناس اللي فوق ان الموت ما فصلهمش عننا، فهم مشغولين بينا واحنا مشغولين بيهم، وإلا ما نبقاش جسد المسيح الواحد، زي ما الإيد مشغولة بالرجل والرجل يعني لو مسمار دخل في رجلي إيدي على طول تطلع المسمار من غير ما تستأذن. فهو قال لي أنا الأول مرة رجعت أفكر صحيح، طيب هل الموت أقوى من الحب؟ المهم بعد شوية بعد مدة كده والدته توفت، فرحت له بالليل متأخر، ما كانش في حد غير هو ومراته وعيال، فلا عايز أقعد معك كده، أنا عايز أسألك سؤال رد علي. قلت له تفضل. قال لي تفتكر ماما فوق فكراني؟ قلت له انت عايز الجد؟ قال لي ها. قلت له هتقف كده؟ قلت له لا انا لا اعرفه ولا كفايه شفتك مش عايزه. قال لي لا ده انا الابن الوحيد، لا عندي اخ ولا اخت، ده انت مش متخيل هي بتحبني ايه. قلت له يعني تفتكر ايه؟ قال لي حتما بتصلي لي. قلت طب دي اول حاجه. وبعد ما خلصنا القعده بقى فجيت اقوم اصلي، قال لي ممكن تصلي من اجل ماما عشان ربنا يفرح قلبها في السماء، وعشان هي كمان تصلي لي ويقبل ربنا صلواتها عني. ومن يومها لغايه ما تنيح هو ومراته وعياله واحفاده بعد كده كلهم في الكنيسه. ايه رايك في القصه دي؟
القصة جميلة، لكن السؤال بتاعي هل بتغفر الخطايا؟ أنا مال أقول لك حاجة، بتغفر الخطايا أنت عارفة بتقولي بالذكر. إيه عارفة بتقولي إيه؟ بتقولي ممكن يا رب أجي أقعد على الكرسي بتاعك عشان أعمل إيه؟ تسيبوني أنا confusing. لا it is not your job. أنا عايز أسأل سؤال، هل لما أبذكر الشخص في القداس بيغفروا خطية أي خطية؟ هسألك سؤال، لو أنت قلتي لي صلي لي، هل تفتكري لو أنت ما قدمتيش توبة هيقبل صلاتي عنك؟ فده موضوع، شوفي ما بعد الموت مش اختصاصي، أعمل اللي فيه الحب، أما ربنا يقبل ما يقبلش دي حاجته بقى الخاصة. Thank you. العفو. نصلي مع بعض وبعدين تكمل. كنت عايز أقول حاجة عشان ما انساش. الحقيقة احنا دايما بنوزع مجموعة نبذات، هي النبذات ما فيش نبذة زي التانية، يعني كلهم مختلفين عن بعض، فيتوزعوا ويتبدلوا مع بعض، لأن طبعا ما عندناش إمكانية نجيب من مصر كله. هنصلي مع بعض ولا في حاجة تانية؟ طب تفضل. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نشكرك يا ربي لأنك تعد لنا مكان نوجد معك وفي أحضانك إلى الأبد. نفسنا يا ربي في اليومين دول تذكر الناس اللي في مصر، احنا عارفين يا ربي في ضيقة وفي ناس متألمة وفي ناس بتئن وفي ناس مظلومة، لكن ما يشغلنا يا ربي خلاص نفوسهم وخلاص أيضا غير المؤمنين. أذكر إخواتنا المسلمين، أذكر المتطرفين، أذكر يا ربي أيضا الإخوان المسلمين وكل الطوائف التعبانة، أعطيهم معرفة صادقة، شوقهم للسماء، فرحهم بيك، أعمل في قلوبهم، فرح السماء بيهم لما يقبلوا الإيمان. أنت اللي اشتغلت في قلب شاول الترسوسي، اشتغل يا رب في قلوب شعبك وفي قلوب المضطهدين للكنيسة. بارك هذا الاجتماع، بارك الكنيسة وكهنتها وخدامها وكل أعضائها من الأطفال الصغيرين للشيوخ. اذكر إخواتنا الذين رقدوا نيحهم، اذكر الأجيال الجديدة قدسها من أجل بركة أم النور، بركة يا رب السوم الكبير، بركة محبتك اللي أنزلتك للصليب. اسمح لنا نديك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، قوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. آمين.